شيء أجمل من أن تكون الأول دائماً. هي الفطرة الإنسانية اللي تدفعك للإحساس بهذا الشعور العظيم. كل القادة الكبار ومن ذكروا في التاريخ كعظماء لم يوصفوا بما وصفوا به إلا لأنهم كانوا أوائلاً، ولأن من مجدهم تنقصهم هذه الصفة فمجدوا أصحابها. خولة الكريع نشأت في بيئة غنية بالمبادئ، فقيرة بالعلم والمعرفة في ذلك الزمان، إلا أن والدها كان مختلفاً لما سمح لها بما لم يسمح به أقرانه لبناتهم، لما آمن قبل سواه أن الإبداع ليس مقصوراً على الذكور، ولأنه كان أولاً في أفكاره استطاع أن ينجب أولى رفعت رأسه عالياً ورأس وطن بكامله. خولة الكريع شكلت نموذجاً فريداً لطفلة وفتاة وامرأة قررت أن تسبق عصرها وتكون غرة الأبرار طوال مسيرتها. ربما لو قرأنا سيرتها في التاريخ وهي تحمل جنسية أخرى لحفظناه ورددناه باستمرار وكتبناه في مناهجنا مثل كثير من العظماء اللي موجودين في هذه الكتب. لذلك أرجو أن يقبل مني الله دعاء أن يجعل في منزل كل أسرة سعودية بدوية مثل خولة.